الوقت، لانه انت بتقول ان الخوف انهم بياخدوا منك المضبوطات دي وبالتالي هنا تختفي فانا الادله. هستاذن اللي هو شريف عبد الحميد، واستاذن مدير امن اسكندريه، الحاجه دي اتاخدت من اسكندريه بس انا هسلمها هنا في القاهره وهسلمها على الهواء. استاذ وائل ابراشي، وراجعوا الفيديو وشوفوا الحاجات اللي في الفيديو. وادي الاحراز اللي كانت اللي محمد الغول طلعها في الفيديو. طلعها حاجه، لا لا مش مشكله، مش مشكله حاجة. انا اصلا مش هاخدها. ادي القبضه، ادي القبضتين. لا خلينا القبضه دي اللي هي ادي ورق بفره اللي بيحطوها في ايديهم كده ويتعاركوا بيها اهو اهي. فاهم؟ وادي ورق بفره، وادي مش عارف بتاع عاملينها زي اللي هي عارف مش عارف بيسموها كانشه ولا ايه، ودي بتتعمل عند خراط بيتشرب عليها حشيش، لو شميتها هتلاقي مكانها حشيش، واخد بالك؟ هم بيشربوا حشيش في الفدي. ما دي عارف انت دي بتتعمل مانوال، دي مصفى لفوق بيتحط الحشيش فوق كده ويعملوا طيب بالولاعه خلاص. دي المضبوطات. ادي ورق بفره. امين يعني افضل شايلها كده؟ ولي الامر، الناس اولياء الامور يبصوا لي كده شويه، اللي عيالهم عندي في المدرسه. هات هات هات. لا انا عايز اوري سعادتك حاجه، انت ابنك نازل من البيت بدي، انت ابنك نازل من البيت بدي، فانت شايف، انت شايف ايه؟ حاجه اكني ميداليه صح؟ لا سعادتك ابنك بيروح المدرسه بيعمل كده، ودي مسنونه اهي، بتاع تافهه جدا اهي، دي ما تعورش. دي ما تعورش، ابنك نازل من البيت مع دي، دي اروح عاملها لي كده، عاملها لي كده، دي اسمها حظاظه. دي اسمها حظاظه، حلو؟ ابوك نازل قدام ابوه لابس حظاظه اهو، حظاظه يا بابا، دخل عندي المدرسه اتعارك، راح عامل الحظاظه دي كده اهو، بقت حظاظه دلوقتي. اولياء الامور فوقوا شوفوا عيالكو، احنا بنتعب، احنا مش بتوع دروس، في مدرسين محترمين لغايه دلوقتي، في مدرسين محترمين، في مدرسين بيتبرعوا بمواتير عربياتهم للمدارس، في مدرسين بيجيبوا جزم سوري يعني الاحذيه بتاعتهم للطلبه اللي مش قادرين. طيب. اللي لابسين شباشي. الكلام ده واقعي، اتصل واسال، اتصل زمايلي واسال، في مدرسين اقسم بالله، في مدرس، انا بس عشان عيب ان انا اتكلم، وكل الفخر لما بيكون طالب معهوش فلوس يروح بيروح لمدرس مش هقول على اسمه، بياخد منه فلوس يروح، فما يجيش الناس تقول لك المدرس والدروس والزفت. انا عندي مدرس بيطلع من المدرسه بيشتغل سايس. سياره وكيل الوزراء عمل معاه ايه؟ اقسم بالله بيشتغل سايس. في مدرسه الشاطبي مدرس بيشتغل طيب. فران. خلينا نكمل ده بس، نطلع بس بقيه الاحراز اللي معاك. طيب. ده ايه التاني اللي في ال هو الحاجه في الفيديو اهي. الاحراز قدام مصر كلها يا سياده وكيل الوزاره اللي محمد الغول شايلها في بيته، على فكره هي كانت في الدولاب. بس يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الرجاله الثمانيه اللي انت بعتهم انا قدرت اضحك عليهم واخبي منهم الاحراز، وبعتها مع واحد زميلي وعشان اجيبها هنا اطلعها قدام شعب مصر كله. دي المطاوي و ده ايه ده؟ محمد الغول جايبه من بيته؟ ده محمد الغول جايبه من بيته؟ البيان بتاع التعليم؟ محمد الغول جايب ده من بيته؟ ها؟ ده ايه ده؟ دي مطوه اهو اهو. انا بقف مع البلد، الناس اللي اللي بتزاد على وطنيتي كل دي يتعلموا مني. كل دي كانت في حوزه، جزء منها في حوزه التلاميذ. سكينه مطبخ، سكينه مطبخ، ولاعه على شكل سكينه. سعادتك قطر، الولد بيقول لابونا واخد القطر دوت عشان حصه الرسم ولا حصه البتاع. القطر ده ما يفلقش بيه دماغ وش صاحبه، يفلق ولا ما يفلقش؟ لا القطر ده بيذبح كمان، بيفلق صح. امين. يبقى الحاجات دي استاذ المحترم وكيل الوزاره مش معنى مش 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 محمد الغول مش مجنون اصلي. دي سكينه، بص الولد عامل فيها ايه. ممكن الكاميرا، ده طالب على فكره، على فكره ده عنده 16 سنه بس. العيل لما بيبليش حد يتابعه لازم يبوظ، لازم ولي الامر يعني. ده ضبطها معاه في المدرسه اهي. دي اهي امسكها كده، عامل سكينه كمان، عامل لها عشان تبقى يعني لو هتعور اصابتها تبقى اضخم يعني واكبر. والمطاوي دي كلها لغايه ما تفتح بس التاني، كل المطاوي دي اهو. بص الشياطين، مطوه الشياطين، بس هي السوسته بتاعتها تقريبا، بص هي تقريبا قفشه، مطوه الشياطين اهي مكتوب عليها الشياطين. دي عمال عنده عيل عنده 16 سنه. فين الكاميرا؟ ركز معانا يا حاج. الشياطين اهو. ها كاتب عليها ايه؟ مش مكتوب عليها محمد الغول يعني؟ الشياطين ابو مازن. تمام.
اهي دي ولاعه مطوه اهو، ثلاث نجوم وهلالين اهو. انا بقى عايزيني مدرس؟ انتوا عايزيني مدرس ولا عايزيني مربي؟ يعني انت يا استاذ وائل شايف ابنك منحرف، مع احترامي ال 95% من الناس، هنفرض دول 5%، ال 5% دول مش ممكن ينزلوا ال 95%؟ لا 5% خطر، صح ولا لا؟ وجود الاسلحه البيضاء دي داخل مدرسه خطر. ورقه بفره، انا عيد ميلادي بعد بكره 44 سنه ما شربت السيجاره، لعبت خمس ست رياضات، عيل عنده 16 سنه ورقه بفره، ابوه فين؟ ابوه فين؟ انا عايز اعرف لما يجي لي ولي الامر انا جاي لي ولي امر بيشتغل امين شرطه بيقول لي انت بتضرب ابني ليه؟ انت عارف ابنه كان عامل ايه؟ ابنه الابله واقفه اكبر من امه، فانا بعنفه عمل معايا عوج بقه يعني. فداخله بتقول هو انت مفيش فائده فيك تخلي يعمل ايه؟ راح على كتفها كده قال لها غوري في داهيه. اقسم بالله اكبر من امه. اقسم بالله. جالي ابوه بيشتغل امين شرطه. قلت له اقسم بالله العظيم لو انت اللي حام ابني، اصل داخل اول ما دخل بيقول انت ازاي تضرب ابني؟ قلت له انت عشان امين، اقسم بالله انقلك. انت امين شرطه ابنك بيهددنا؟ الولد بيقول للابله انا مشيك من المدرسه. تخيل معايا يقول للمدرسه انا مشيك من المدرسه عشان ابوه بيشتغل امين شرطه. امال لو كان هو كان هيعمل فينا ايه؟ يا جماعه المدرسين انضف من كده بكتير. طيب ايه تاني معاك في ال يعني يعني كل كم المطاوي اللي انا شايفها دي، كل الكم ده من المطاوي الفيديو، الناس اللي شافت الفيديو، الناس اللي شافت الفيديو اهو، الحاجات دي كانت في الفيديو، الحاجات دي كانت في الفيديو صح؟ مش محمد غول، ها مش محمد غول اللي اصل عايز يتصيط، محمد غول، محمد غول لو عايز يتصيط كان من زمان الكلام ده. دي معرفش اهي، بعد ما فتحتها، بعد ما فتحتها لقيت فيها ورق بفره. عايز اقول حاجه كمان، احنا عندنا عيال 15 سنه و16 سنه لغايه 20 سنه، وعندنا ربنا بلينا بحاجه اسمها خدمات. معرفش بقى مين اللي عامل قصه الخدمات دي، الخدمات دي العيل بيجي لنا. حلو. وايه دي دي بتشال فيها سجاير. الطالب بيجي لنا بتاع الخدمات ده سعادتك بيدفع وانا بكلم السيد وزير التعليم بيدفع 400 جنيه. بيدفع 400 جنيه عشان ياخد شهاده دبلوم. ما بيحضرش. ودي يعني شوف مطوه صغيره. مطوه تعور ولا ما تعورش؟ هو السؤال. لا تعور. تعور صح؟ طبعا. طالب خدمات. تعور ممكن تفقع عين واحد وممكن تقطع لسان واحد و... ممكن يركبها الواحد يغزه في رقبته ويموته. صح يعني ولا لا؟ يعني كل ده في حد ذاته هي اسلحه بيضاء يعني. اهو. ودي دي دي ادوات الشم يعني. يعني طبعا. بتستخدم ده في الشم. لا حشيش. طبعا السنه دي حشيش. السنه دي السجاير طبعا غلت. يعني الحمد لله جه في صالحني، يعني جه في صالح العمليات. كل السجاير دي مضبوطه معاهم باشا يعني. أنا بس انت اما هنتكلم عن مطاوي هنتكلم عن سجاير. اهو محمد غول شاري 200 300 ولاعه عشان يجيبهم لوائل ابراشي من بيته. اصل احنا دلوقتي قدامنا احنا دلوقتي قدامنا مشكله. احنا دلوقتي قدامنا مشكله، حاجه من اتنين، حاجه من اتنين، يا نضير وشنا ويا عم كبر دماغك وغطي الطبق عشان الريحه تطلع، يا اما نواجه المشكله ونحلها. انا اقسم بالله العظيم لما صورت الفيديو ما كان في دماغي خالص ان الفيديو ده يتشاير خالص، بشكل او باخر يتشاير. طب نحل المشكله ولا نيجي على محمد الغول؟ حد خده من على الموبايل عندك يعني؟ بحسن نيه اديته الواحد حبيبي من على الموبايل فهو الراجل يعني في كل الاحوال لما تظبط دي كميات بس عينات من المطاوي اللي تم ضبطها في مطاوي اتكسرت وفي مطاوي اتعدمت وانت بتقول دي نص الاحراز يعني هم اللي خدوه لا هات الصوره ما انت عندك الصوره اللي هو موجود في الصوره لا السؤال بقى لكن هم بيتهموك انك انت جايب الحاجات دي عشان تشوه المدرسه اشوه المدرسه ليه جايبها من عندك يعني ده انا شايل المدرسه على كتفي اولا انت هتجيب الحاجات دي ازاي بص يا استاذ وائل هتجمع المطاوي دي ليه محمد الغول اللي بيشوه المدرسه انا جالي انا اتصل بيا تلميذ قال لي انا بستنجد بيك وعلى فكره مكالمه التليفون معايا والتلميذ ممكن يخش على الهوا في انا سايب ارقام ممكن يخش على الهوا ايه يا ابني قال لي احنا بندفع 300 جنيه في الشهر 43 طالب واللي ما بيدفعش بيموت قلت له يعني بيموت قال لي يعني فالمهم مسجل للمدرس انا طبعا لا هقول اسم المدرس ولا هقول اسم مسجل للمدرس بيقول للمدرس انت لو ما خدتش درس معايا انا هنزل الكنترول اشيل لو انت حالل هشيل الورقه اللي انت حالل بيها واحط لك ورقه فاضيه الكلام ده مسجلينه يعني الكلام ده متسجل انا مش بدعي يعني المهم المدرس حس ان الموضوع وصل لي
قلب الدنيا وجاب لي ناس وجا عيط قدامي. انا اسف ان انا بقول كده. طيب.